عاد هذا توالت جابوا احفاف احمد احفاف في 1983 1983 7 ابريل في ساحه كليه الهندسه، شاب رقيقك هو مقبوض عليه من قبل، مقبوض عليه من قبل في 73 اعتقل في 1990 بعد ثوره التجهيل اللي سماها الثوره الثقافيه، حكم عليه بعشر سنوات سجن. ثم تغير الى ما عجبهاش مع تغير الى مؤبد، ثم فجاه مسكين قالوا انت مروح في غريان، هو من غريان مش طلع السياره ماشيه اتجهت به الى كليه الهندسه، طلبت كليه الهندسه وطلبوا جامعه طرابلس في الصبح يجمعوا فيهم في ساحه كليه الهندسه ومش عارفين ليش، هل سياتي باحث اجتماعي يتحدثهم؟ هل فيه محاضره علميه؟ ضيف مسلم جائزه نوبل للعلم والادب والهندسه؟ ما يراجوا في حدث؟ هل الاخ القائد بيجي بيلقي علينا كلمه؟ وفجاه جايبين انسان ليبي طلعنا من الكرهبه يا راجل، وصرفوا فيه كفوف وكوالش ويكركروا فيه وحطوه على مشنقه ويتارجحوا فيه وحولوا له ملابسه وقعد عريان 6 ساعات، انسان بني ادم وما دار شيء ومن 73 مسيب الجامعه هو اصلا معاهوش طالب، اين كنا نعيش يا راجل؟ اين كنا نعيش؟ مش معقول اقسم بالله كل من تخيل الاشياء هذه، ما زلت اتعجب نحن، هل نحن يعني فعلا عرب؟ هل نحن فعلا مسلمين؟ هل نحن Yeah.